أعزائي متابعي قناة تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نصلح السماعة الهاند فري بتاعة التليفون. سماعات الهاند فري بتيجي مع التليفون سماعات أصلية، كلنا بنستعملها وغالبيتها بتبوظ أو بتعطل، وطبعا بنرميها عشان نشتري واحدة ثانية جديدة، وطبعا الجديدة متبقاش أصلية، لأن الأصلية بتاعة التليفون بتبقى قيمة جدا ونظيفة وصوتها بيبقى نقي. دايما معظم اعطال السماعات بتحصل في الجاك بتاع السماعة. طبعا الجاك دوت في محور الحركة بتاعت السلك، يبقى يمين وشمال وانت ماسك التليفون، فبيحصل هنا قطع او قصر في السلك من الداخل، والقطع ده بيسبب بقى ان السماعة تفصل فردة يمين او فردة شمال، وتلاقي فردة واحدة من السماعات شغالة، او ساعات تفصل خالص وما تشتغلش نهائي وما بتعلمش حتى على التليفون. زي ما انت شايفين كده انا ركبتها على التليفون ومش معلمة على التليفون انها واصلة خالص في الجهاز. دلوقتي بقى هجيب سماعة تانية شغالة عشان نجربها، عشان اوريكم برضو ان السماعة بتعلم على التليفون لما تبقى كويسة وشغالة. زي ما انت شايفين كده هوت احنا ركبنا السماعة، وزي ما انت شايفين في علامة على التليفون ان السماعة واصلة. وحاول اكبر لكم الصورة علشان تشوفوا السماعة انها واصلة على الجهاز. زي ما انتم شايفين كده دي العلامة بتاعت السماعة لما تكون السماعة كويسة وشغالة. دلوقتي بقى اجرب لكم تاني برضو عشان تشوفوها، اهو سماعة كده واصلة في الجهاز ومعلمة على التليفون. دلوقتي بقى هنجيب السماعة تاني اللي هي بيضة، وعشان برضو اوريكم انها مش معلمة على التليفون. ادي كده السماعة اللي ركبناها، زي ما انتم شايفين مفيش اي علامة على التليفون انها واصلة او شغالة، وطبعا كده مش هتشتغل خالص. النهاردة بقى هنعرف ازاي نصلحها وازاي نعرف نرجعها تاني تبقى شغالة زي الاول واحسن. طبعا في انواع كتير من السماعات بتحصل فيها مشاكل كتير، كل انواع السماعات زي ما انتم شايفين اذا كانت اصلية او حتى سماعة عادية احنا بنشتريها من بره، او سماعات سامسونج اللي هي الاصلية، او ايا كان نوع السماعة، فالتوصيلة الداخلية للجاك واحدة، والوان السلك دايما بتكون ثابتة. يعني انا عندي اربع الوان في السلك داخل الجاك بتاع السماعة، يبقى هما الاربع الوان في كل انواع السماعات، وليهم تقسيمة، والتقسيمة دي ثابتة وما بتتغيرش. دلوقتي بقى هنبدأ نقطع الجاك دوت علشان خاطر نصلحه. هوريكوا ازاي هنقدر نصلحه وازاي هنعرف نقسم السلك ونوصله على الجاك. كده احنا قطعنا الجاك بتاع السماعة، هنبدأ بقى نجيب القطر ونفتح في البلاستيك دوت بالقطر كده بالطول، علشان خاطر نقدر نفك الغطا دوت علشان نحرر السلك من الداخل. طبعا احنا بنقطع كويس بالقطر بالطول كده هوت. بعد كده بنجيب القصافة ونرفع الغطا بالقصافة، بيطلع معانا بمنتهى السهولة. زي ما انتم شايفين كده دي التوصيلات بتاعت التقسيمة بتاعت جاك السماعة. هنحاول نكبر لكم الصورة عشان تشوفوها ونوضحها لكم. زي ما انتم شايفين كده انا عندي اربع اطراف في الجاك بتاع السماعة، عندي بين 2 3 4. البنات ديت ليها تقسيمة، والتقسيمة دي ثابتة دايما ما بتتغيرش. يعني في كل انواع السماعات الاربع بنات دول موجودين بنفس التقسيمة كده، وكل واحدة ليها وظيفة في السماعة. النهاردة هنعرف وظيفة كل كابل في السماعة دي يشتغل في ايه. ادي بين 2 3 4 زي ما انتم شايفين كده اهو، اربع بنات، وكل بنه ليها لون سلك معين والالوان ما بتتغيرش. يعني من اي سماعه لاي سماعه تانية تلاقي الالوان هي ثابته في نفس العلامات ونفس البنات. دي بقى التقسيمه زي ما انتم شايفين كده، الاحمر الاول واحد اللي هو المايك، الذهبي الارضي، الاخضر السماعه ال، والازرق السماعه الار. يعني انا عندي اربع اطراف، كل طرف له لون وكل طرف له بنه معينه. هنعرف بقى دلوقتي نركب الالوان بتاعت السلك على البنات ديت بالتقسيمة بتاعتها الصحيحة. هنجيب الحامل بتاعنا نثبت عليه الجاك كويس،
وبعد كده نجيب السلك. طبعا السلك بيبقى عليه طبقة من الورنيش، لازم نشيل طبقة الورنيش دي بالقزير ونخلي السلك يبقى جاهز على انه لحام. ده البنة الاولى اللي هي الاحمر، وده المايك. والبنة التانية اللي هي اللون الذهبي تركب على طول في اللي تحت منها. البنة التالتة اللي هي السلك الاخضر اللي هو ال. والبنة الرابعة اللي هي السلك الازرق وهو الار. وخلي بالكم ان التقسيمة ديت ما بتتغيرش في كل انواع السماعات، يعني كل انواع السماعات الموجودة ايا كان نوعها هتلاقوا التقسيمة ديت في كل انواع السماعات بنفس الشكل كده ما بتتغيرش. الاولى المايك، التانية الارضي، التالتة ال، الرابعة الار. دلوقتي بقى هنجيب التليفون عشان نجرب السماعة. هنركب كده زي ما انتوا شايفين كده، السماعة عندي علمت على التليفون زي ما انتوا شايفين كده، السماعة علمت على التليفون. هنشيلها تاني نركبها زي ما انتوا شايفين كده، السماعة علمت معايا على التليفون كده. السماعة اتصلحت خلاص وبقت جاهزة على ان انا ارجع اركبها تاني في الجاك. طبعا انا هلف السلك كده ورا السماعة واروح جاي لفه كده وتطلعه من ايه من قدام، بظبط السلك بحيث انه يبقى من تحت السماعة مبقاش فيه زيادات ولا فيه لكلكة في السلك. هبدأ بقى اجيب المكرونة الحراري عشان اركبها مكان الغطا بتاع الجاك. المكرونة الحراري دي كويسة جدا، بتنكمش بالحرارة وبتمسك كويس جدا وتبقى قوية. نجيب واحدة، نجيب القصافة عشان نعلم على المقاس بالظبط اللي احنا عايزينه ونقص الزيادة. هنقص كده حتة نبدأ نركبها في الجاك بالراحة، ندقها كده. هي بتنزل طبيعي لأن هي أوسع من الجاك حاجة بسيطة. ننزل كده بالراحة، ندخل السلك كويس. تمام، ادي اول واحدة. نجيب بقى مكوة اللحام زي ما انتم شايفين كده سخنة، ونبدأ نمشي على المكرونة. فالمكرونة بتنكمش مع كوية اللحام وبتمسك وتحضن على الجاك وعلى الاسلاك، وبتقفل المسامات المفتحة زي ما انتم شايفين كده قفلت خالص على الجاك. طبعا المكرونة دي لما بتنشف بتبقى جامدة شوية. هنجيب واحدة كمان علشان خاطر نبقى تبقى اقوى، ونركبها برضو بنفس الطريقة. ندخلها كويس لغاية لما تركب في مكانها، وتغطي المكرونة التانية علشان تديها صلابة وتديها متانة بحيث انها ما تفكش بسهولة. طبعا التانية دي بتبقى اطول شوية من الاولانية. نشدها كده بالراحة واحدة واحدة، هي دوبك بتبقى محضنة على الجاك. انتم شايفين كده برضو. نجيب مكوة اللحام ونبدأ نمشي عليها مكوة اللحام علشان خاطر ايه نخليها تنكمش وتقفل على الجاك. طبعا الاتنين فوق بعض بيدوا صلابة جامدة جدا ومتانة للسلك، ميخليش الجاك يطلع بسهولة ولا يفك من مكانه. نسخن كده لغاية ما يمسك خالص ويحضن على السلك والمكرونة اللي تحته كل حاجة. نبدأ بقى نعمل راس الجاك عشان نخليها كمان تمسك كويس. تمام كده انا خلصت تركيب المكرونة ومسك الجاك كويس واصبح متين، ما مش ممكن ابدا السلك يفك منه بسهولة.
وفي نفس الوقت مرن، وهيديني برضو صلابة ومتانة في السلك ومش هيفك معايا بسهولة. نبدأ بقى نركب كده الجاك في التليفون. زي ما انتم شايفين كده الجاك علم عندي على التليفون، واداني علامة على ان السماعة واصلة والسماعة شغالة وتمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت العلامة بتاعت السماعة واصلة على التليفون. كده الجاك صلح وسماعة رجعت تاني اشتغل زي الاول واحسن. وكده انا صلحت السماعة الاصلية وما رميتهاش واستفدت بيها. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.